المعهد الصناعي التقني في المعلة من أقدم معاهد التعليم الفني والتدريب المهني في الجزيرة العربية، يزيد عمره عن نصف قرن وتخرج منه الكثير من الكوادر على مر العقود السابقة في مختلف القطاعات المهنية. تأتي أهميته في رفد المعامل والورش والمصانع بالحرفيين والعمال. بدأ في سنة 1954 ولديه من الكوادر الكبيرة التي تقود الدولة الآن. بعد استئناف عمله بعد الحرب، يعاني المعهد الصناعي من توقف الميزانية التشغيلية والعديد من المشكلات. تدريب طلابنا على قدر الإمكان، وذلك بسبب انقطاع الموازنة المالية للمواد التدريبية من قبل الدولة في صنعاء. دمار الحرب طال مختلف أقسام المعهد ومعامله التطبيقية ومبنى السكن الداخلي للطلاب. وبالرغم من أهمية التعليم الفني والتقني، إلا أن إعمار ما بعد الحرب استثنى هذه المعاهد التي طالها الدمار من مشاريع الترميم وإعادة التأهيل. جميع الجامعات وجميع المدارس قام ترميمها، ولماذا لم يتم ترميم المعاهد المهنية داخل محافظة عدن؟ يتلقى طلاب المعهد مقرراتهم بشكل نظري بالرغم من اعتماد التعليم المهني أساساً على التطبيق العملي. دولة نتمني منها أنها توفر لنا على الأقل عدة، بس لو توفر لنا العدة يكفينا احنا. وذلك لنقص المعدات والأجهزة في الورش والمختبرات. هذا هو المعهد التقني الصناعي في المعلة، ما زال طلابه يواصلون العملية التعليمية رغم عدة مشكلات تهدد معهدهم العريق بالتوقف. مروى العزاني، قناة بلقيس، عدن.